بعدين انت عارفه اصلا مفيش عمر بينك وبين ابنك، هتقولي لي جايه وتقولي لي ابني ومش ابني، ابني ايه؟ ما انت عارفه. اه بصي من الاخر كده مش عايزه ده ابني انا، انت اللي بتقولي كده. ما انا عارفه انه ابنك انا، انت هتغنيها لي ابني ابني ابني، مش عايزه. ما بتفهميش. الو ايه يا امان؟ ايه يا حبيبتي عامله ايه؟ اه الحمد لله يا نغم كويس. امال ليه اتاخرتي ليه كل ده؟ لا لا مش هنتاخر. بصي انا لابسه اصلا، لابسين اهو، مستنيه بس سنبل يخلص لبس. يا بنت القران شغاله ويلا عشان المغرب قرب يأذن. طيب يا حبيبتي على طول بقى ماشي. هقول لك ايه، انا ثانيه واحده يا امان. امي ما تجيش معيناها، عشان انت عارفه المشاكل اللي بيني وبين امي، فخلي اليوم يعدي على خير. خلاص ايه امين؟ بصي ما تخليش بقى ماما تيجي معاك، انت فاهمه المشاكل مع احمد وكده امان، انت فاهمه حماتي. لا 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 ما تخافيش، مش هجيبها مش هجيبها، انت عارفه ما اجيبها تعمل ايه عشان ما يحصلش مشاكل وكده. لا لا انت عارفه انا ماشي كلمتي عليها ازاي، ما تقلقيش. ماشي لا لا ماشي تمام تمام يا حبيبي ماشي، هستناكي بقى. يلا باي باي يا حبيبي، يلا مع السلامه. مع السلامه حبيبي. تمام انت عارفه بس القضية ومش مستحمل العملية. بصي جايبة اخرها لوحدها خلاص. امك يا احمد ما ينفعش، معلش حدش ليه دعوه باللي بيني وبين امي، اللي بيني وبين امي مشاكل، وبصي الدنيا مخبطه مع بعضينا، فخليني مع حالي. مش يا احمد احنا في رمضان وكده يعني، معلش رمضان غير رمضان، انت عارف لما دماغي بتقفل من ناحيه امي بتقفل. خلاص اللي انت شايفه يا احمد ماشي، ربنا يحلها بعد كده. مع اصحابي شويه على القهوه وجاي. هما جايين خلاص اهم. طب ماشي حلو، قبل ما فطرنا يا احمد. طيب خلاص ماشي، خلاص ماشي مش هنغلب عليك. تمام ماشي يا الدنيا عامله كده ليه؟ مش الباص الحاجات دي؟ يا حاج ايه يا حبيبي؟ تعملي ما انت عارف ان احنا مشغولين عند اخويا النهارده يا حاج. هلم الدنيا قبل ما امشي يا حبيبي، هما بعدين انا جاهز. كل حاجه زي ما هي، بس لما نرجع بس بالسلامه. انا جاهز. ما تاخرش بس على الفطار. لا انا جاهزه اهو، ده اوكي انا جايه معاك اهو. طب ماشي انا هظبط حالي كده و طب يلا بسرعه يلا عشان الوقت. الدنيا بايظه كده ليه؟ بابا. نعم يا محمد. انت هتيجي معايا؟ ايوه طبعا، اما هنمشي من غيرها يعني. في حاجة ولا ايه؟ لا في. ماشي يا حمد، أنا هسرح وجاي وراك على طول. تمام. يلا يا بنت عشان بابا جت. حاضر يا حبيبي، بس هغسل مواعين الكوباية ديت قبل ما ننزله. ننزل المطبخ كده؟ لا لا أنا جاهزة جاهزة على طول أنا جاي. يلا حبيبي يلا. غسل مواعين بس ننزل المطبخ كده. ماشي يا حبيبي يلا صحي اتأخر. يلا الوقت يا دوبك. استنى اما نجي على بابا. يا سنبل ايه يا مان؟ عادي اهو انا خلصت اهو. جاي فين؟ خلصت المطبخ. جاي فين يا ماما؟ ما ينفعش تيجي معانا. ليه ده سنبل قال لي ان احمد عاوزني. مش مين قال لك اصلا تلبسي وتجهزي نفسك؟ سؤال يعني، هو انا كنت قلت لك يلا تعالي معانا؟ انت؟ اه انا. ده ابني. تكلميني كده على ابني؟ انت اصلا عارفه ان مفيش عمر بينك وبين ابنك، هتقعدي تقولي لي ابني ومش عارفه ايه والكلام الفاضي دهوت، انت عارفه ان هو ما بيتقكيش اصلا. وبعدين معلش تكلمي كده يا مان. والله من اللي بشوفه يعني قدام عيني، هو انا جايبه كلام من عندي ولا جايباه من بره؟ انت مش عارفه ان احمد ما بتنزليلوش انت من هنا ومفيش عمر دايما بينك وبينه؟ تكلميني علينا انت اخته مش ابني انا. بصي انا هقول لك على حاجه عشان نختصر الكلام، نختصر الكلام عشان احنا مش فاضيين وقت المغرب، مش هينفع تيجي معانا كده. صوتكم عالي ليه؟ في صوتكم عالي ليه يا حاج؟ المفروض ان احنا نازلين عند احمد. طبعا مامتك مش هينفع تيجي معانا باللبس ده عشان في ناس غريبه جايه له يا سنبل. ماشي هينفع. مين ده قال كده؟ ماله لبس يا سنبل؟ بتقول لي كده على ابني؟ وانت يعني اللبس ده مش عاجبك تروح بيه ماما ولا ايه؟ اه في ناس غريبه جايين عند احمد ومش هينفع طبعا. اللبس ده اللي يشرف؟ ها؟ اللبس ده اللي يشرف مش ده اللي يشرف. عشان تكون عارفه يعني. ومين اللي قال الكلام ده يعني؟ هو اشتكى لك احمد يعني قال لك في مشاكل بينه وبين امي ما تجيبهاش معاك ولا ايه؟ والله انا ما اروحش يعني يا سمر. انا بشوف بعيد. انت بتروح على راسي. مين اللي قال لك كده يعني؟ ما حدش اشتكاك. امال انت بتتكلمي ليه كده بالطريقه دي معاه؟ انا بشوف بعيني. مفيش عزومه النهارده مش رايحين لاحمد. لا خلاص روح انا هقعد هنا. اروح اكل من غيرك. ما ينفعش عشان هو مستنينا. اللي هو مش تنزل يا حاجه من غيرك. هي تقعد هنا قبل ما احنا نيجي بسرعه كده، احنا مش هنطول عليها. ده فكره برضه كنا عندها، عندها قبل جوه تسخنهم عبال ما نرجع.
عندها فول وعندها ايه؟ عندها جبنه وفول وعيش طالما عبال ما نرجع وطماطمتين تطلعهم. ايه مش كده؟ الفول والجبنه اللي انت بتقول عليها ده ودي نعمه من عند ربنا، مفيش حد فينا طبعا الحمد لله اللهم دمها نعمه احفظها من بس هي ما تفطرش الكلام اللي انت بتقول عليه ده واحنا نروح نفطر في العزومه يا استاذ. الناس صافه ومستنيين، الناس صافه ومكلفه عشان خاطر ان انت تاكلي وان احنا ننبسط والحاجه تقعد هنا تفطر ايه بقى فول وجبنه وفلافل وحاجات من دي؟ والله يا ابني اللي احنا اللي انا رايحه له انت هتيجي معانا يا حاج؟ هتيجي معانا فين؟ مش هينفع. مين اللي قال لك مش هينفع؟ هو احمد بلغك ان هو مش هينفع انت امي تيجي معانا ولا ايه؟ اه احمد مش عايزها. طب مش عايزها؟ خلاص مفيش عزومه خالص. يعني ايه بقى؟ زي ما قلت لك مش هطلع من الباب ده الا اول ما يجي على رجليه. يعني ايه يا سنبل الناس مستنيين؟ روح خش اوضتك يلا، خش يلا مع مامتك وغيرها يا سنبل. انت عملت مع الجد كلام خلاص خلاص يا حاج. روح يا سنبل. انا روح فين؟ انا مش هتعرف ان هي اللي قبله هيقابلك يا حاج. الشباب العالم بحاله. عندي خش غير يا ابني. اه ابني يقول عليا كده ومرات ابني تقول عليا كده نقول الليل. والله حرام اللي انا فيه ده. انا ما اذيتش حد ولا عملت حاجه لحد فيكم.